المسرح الليبي مسرح يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرقه وبين غربه وبين جنوب وبين ميليشيات، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قوتها على الأرض أو تضع نفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في تواجد لبعض المرتزقة، وهؤلاء المرتزقة بيدفعوا بالقوى الخارجية الأخرى لكي تقيم هذا التوازن. طيب.